أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل محل مثلكم ومعانا السيد هاني أحمد. مرحبا بك سيد هاني. يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية ومشكور على حسن استقبالك. الله يعافيك منور ويا باشا. سيد هاني، فيك تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين كيف كانت انطلاقتك أو بداياتك العملية داخل دولة الإمارات؟ أنا جيت الإمارات 2007، أول 2007 جيت زيارة. البلد ما شاء الله لقيتها بتشجع على الاستثمار، فقلت بدل ما أشتغل عند حد أو أشتغل براتب أو وظيفة أو أشتغل بشهادتي، اتجهت للاستثمار لأن لقيت الدولة بتشجع على الاستثمار. أخذت والدي كان شغال في الإمارات من تقريبا تم في الدولة حوالي 35 سنة أو 36 سنة، أخذت منه جزء وأخذت من أختي جزء، والحمد لله ربنا كرمني وأخذت المحل وفتحت المحل وبدأت أشتغل واحدة واحدة. الحمد لله سديت اللي عليا لحد ما وسعت المحل وسعت شغلي وفتحت الفرع ده، وفي فرع تاني لنا موجود وبإذن الله بنسعى إن احنا نفتح في جميع الإمارات كاملة. طيب سيدة، إيه بقى الخدمات والسيرفيس اللي أنتوا بتقدموها هنا داخل محل نزلكم؟ والله حضرتك احنا عندنا قسم الصيانة، متخصصين في الصيانة وبرمجة التليفونات، شغل السوفت وير والبرامج ده أكتر حاجة بتميزنا في المحل من 2007، من أول النوكيا لحد تليفونات الجيمنج اللي شغالين عليها. بالإضافة المحل عندنا شغال بيع هواتف جديدة ومستعملة وشرايح الهواتف اللي هي الدو والاتصالات. احنا شايفين كمان ما شاء الله عندكم كفرات، عندكم اكسسوارات. نعم، موجود كفرات، موجود اكسسوارات، تقريبا المحل شامل، اي شيء يخص التليفونات الحمد لله موجود عندنا. طيب انتوا هل الاكسسوارات اللي في المحل دي انتوا بتستوردوها ولا بتجيبوها منين؟ احنا كل البضاعه اللي عندنا بالنسبه للتليفونات الجيمنج كلها بنستوردها من بره. الاكسسوارات وقطع الغيار كمان نفس الشيء، بنطلب قطع الغيار بتاعتنا من بره والحمد لله اسعارنا غير الناس كلها. لكم التوفيق سيدنا. طيب يعني انتوا كمحل موبايلات اكيد كان ليكم رؤيه كبيره عشان توصلوا ان انتوا من فرع الفرعين، فانت شايف مثلا ايه الخطط المستقبليه كمان اللي انتوا ممكن تقدروا تحققوها؟ والله هو اهم حاجه ان احنا بنحاول نتخصص في اكتر شيء بنتخصص فيه اللي هو شغل البرامج. نفس ما قلت لحضرتك البرامج ماخدينها بقى من اول النوكيا للتليفونات الجيم وشغالين عليها، وان شاء الله باذن الله نفتح في جميع الفروع في جميع الامارات. حضرتك احنا في عندنا حاجات مش موجوده عند حد. موضوع الصيانه عندنا، الصيانه اللي بنسلمها في نفس اليوم. موضوع الصيانه كمان شغال عندنا الحمد لله ومن اكثر الناس المتخصصه في الصيانه في اليخت. وانا شايف قدامك برضو حاجات، انتوا شكلكم متخصصين كمان في العاب الفيديو جيم، يعني اشرح لنا ايه الحاجات دي. دي تليفونات جيمنج اللي هي عن ببجي وكيل اوف ديوتي والتليفونات الالعاب، تليفونات الجيم اللي هي اللي هي حاليا ماشيه اكتر حاجه، الون بلس بجميع انواعه طبعا، ال 60 وال 7 وال 7 تي وال 7 تي بلس 7 تي برو. التابات طبعا عندنا الاسعار، نجيب الاجهزه من برا واسعارها ممتازه اقل من السوق كله. وتليفونات طبعا الاسوس روك اللي هي تليفونات الجيمنج دي بتيجي مع وحدات التحكم بتاعتها، و ده باكج كده كامل بيجي مع الاسوس روك ده اللي هو تليفون جيمنج. طيب سيد هاني، اكيد قصه نجاح كبيره ومميزه زي دي وبدات من 2007 وان شاء الله مكمله الى ما لا نهايه، كان في اشخاص داعمين ليك وشركاء في النجاح، فينا نتوجه لهم كلمه شكر؟ طبعا الشكر في الاول لوالدي لان هو اللي شجعنا على كده. انا كنت جاي لسه البلد تقريبا عندي 21 سنه، لسه مخلص كليه، واول ما طلبت منه مبلغ كان مبلغ كبير ما كانش مبلغ صغير،
ما قصرش معايا واعطاني ودعمني ووقف معايا لحد الحمد لله ربنا ما كرمني وبقت موجوده مثل كده. وهل في زوجه في اولاد؟ طبعا والموظفين برضه لو حابب تتاجرهم بشكل طبعا عندي زوجتي ام محمد معايا من اول كمان فتحت المحل ومشاركها في اول حاجه من اول ما جيت افتح ولا ما افتحش واخد الخطوه ولا لا كانت دايما بتشجعني. الفرع الثاني برضه نفس الشيء كانت اكتر حد مشجعني ان انا افتح الفرع الثاني. ومعايا الشباب ما شاء الله علي ومحمد وحسن الشباب موجودين معايا من اول ما فتحنا وشايلين معايا المحل. بنعمل طبعا. الامن والامان داخل الدوله. ده اكتر حاجه اللي هي خلتني اول ما جيت ان انا افتح ان الدوله بتسهل لك كل حاجه اقامتك كل حاجه متسهله لك بالنسبه للاستثمار كل حاجه في ايدك انت الرخصه باسمك تقريبا 100% ما فيش حد بيتحكم فيك بعكس الاستثمار في معظم الدول الثانيه. عندك سهوله في البنوك في الاستيراد في التصدير اي حاجه بتدخلها ما فيش عندك اي مشاكل والحمد لله الامور ماشيه كل حاجه بتمشي ان شاء الله. وطبعا ده بيرجع لفضل قيادتنا وشوفنا القيمه ان هم اصحاب الرؤيه في اللي احنا فيه طبعًا. احنا ماشيين فيه حاليا طبعًا. طيب في نهايه برنامجي سيد هاني انا هترك لحضرتك كلمه توجهها لكلاينت لشخص كان داعم ليك لعملاء حاجه حابب تقولها للمشاهد لك الكلمه زي ما بيقولوا. طيب انا الشكر طبعا لوالدي ربنا يديه الصحه الاول وبعديها زوجتي وبعديها الشباب اللي موجودين معايا في المحل علي وحسن ومحمد وتمام ومحمد واقفين معايا وسندني وهم لولا هم ما كناش كبرنا ما كانش ميز ديكور بقى ميز ديكور. وطبعا الكلاينت او المواطنين برضو الشعب الاماراتي شعب متذوق للحاجات دي فمتقبل بالعكس فبرضه لازم نتذوق بشكل للزبائن. طبعا الشباب هنا ما شاء الله احنا اليحر تقريبا شعبيه والناس كلها اهل في بعض الناس كلها عارفه بعض ولولا دعم الشباب ما كناش بقينا مثلكم. ان شاء الله لكم التوفيق سيد هاني. في نهايه حلقتنا احنا بنشكرك سيد هاني احمد على حسن هذا اللقاء التلفزيوني. الله يخليك شكرا يا سيد نورتونا وشرفتونا. الشرف لينا. كنا اليوم اعزائي المشاهدين داخل محل مثل كل الهواتف المتحركه مع السيد هاني احمد. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم رواد المال. دمتم في امان الله. شكرا لكم.